يستركم ربي يحفظكم، عاونيني بالبارطاج. عندي 3 ايام، عندي طفله في عمرها 3 سنين ما كيتلاش بالقريه. راني راكم حاسين. انا ام مريم زنبوع التي اختفى منذ 10 ايام، واليوم دخلنا في اليوم 11 اثر اختفاء اختنا وبنتنا الصغيره مريم التي اختفت عن اهلها وهي في سن 3 سنوات. أثار اختفاء الطفلة مريم زنبوع ابنة 3 سنوات حالة من القلق والذعر بولاية البرج ومسقط رأسها ولاية المسيلة، وذلك دون أن يجدوا لها أثرا. أين كانت الطفلة التي تقطن ببلدية أولاد دراج ولاية المسيلة؟ قد قدمت لولاية البرج رفقة والدتها وجديها من أجل حضور عزاء أحد الأقارب بقرية بوقطن قبل أن تتوارى عن الأنظار وتختفي نهائيا في منتصف النهار. وتعيش عائلة الطفلة مريم زنبوع والمتمثلة في والدها الحسين زنبوع ووالدتها وكذا إخوتها الأربعة وعائلتها كاملة ببلدية أولاد دراج ولاية المسيلة، حالة من الخوف والترقب في آن حول مصير فلذة كبدهم التي اختفت عن الإنظار في ظروف غامضة. وبالدموع والحسرة أكدت دغغيش خضرة جدة مريم أن النوم لا يزول أعينهم وأن قلوبهم تحترق عليها من كبيرهم لصغيرهم، فيما باءت كل محاولات البحث عنها بولاية برج عريريج بالفشل وهو ما أرقهم أكثر. في حين أكد عم الطفلة لأخبار الوطن وفي اتصال هاتفي معه أن مريم جاءت لولاية البرج يوم الاثنين من أجل حضور جنازة رفقة والدتها وباتت لليلة واحدة قبل أن تختفي ظهر الثلاثاء في اليوم الموالي، مشيرا إلى أن والديها في حالة يرثى لها فيما لم يفارق والدها القرية على أمل أن يجد فلذة كبده، في حين لا تزال الهبة التضامنية من كل المواطنين الذين يتوافدون على منزل مريم بأولاد دراج كنوع من الدعم النفسي لعائلة زنبوع. ووجهت مجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريرج وتبعا لإذن وكيل الجمهورية المتضمن نشر صور الأشخاص المبحوث عنهم وتوجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات، نداء لكل شخص لديه معلومات أو شاهد الطفل المفقود من أجل التقدم إلى فرقة الدرك بثنية النصر ببرج بوعريرج أو أي وحدة للدرك الوطني عبر الوطني أو الاتصال بالرقم الأخضر. من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية بمشاركة جميع الوحدات ببرج بوعريريج تحت إشراف مدير الحماية المدنية مرفوقا برئيس مصلحة الحماية العامة وقادة الوحدات بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني من أجل البحث عن الطفلة المفقودة بقرية بوقطن بلدية ثنية النصر، أين تم تمشيط المنطقة ومحيط قرية بوقطن، كما تم استعمال فرقة الغطاسين للبحث واستكشاف الآبار المتواجدة بالمنطقة، فيما دعمت فرق البحث بفرقة سينو تقنية تابعة للوحدة الرئيسية بالإضافة إلى فرقة أخرى تابعة لولاية باتنت بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو.